بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحيي شباب الائتلاف الإسلامي الحر، وأحيي في هذه المبادرة التي تحرص على لم الشمل ووحدة الصف وجمع كل شرفاء هذا الوطن إلى أن تتحقق أهداف الثورة كاملة. هذه أيها الإخوة ليست ثورة تيار بعينه، ولا ثورة حزب بعينه، ولا ثورة فريق أو أيديولوجية بعينها، وإنما هي ثورة مصر كلها. نحن نتوحد جميعا، ويجب أن نتوحد جميعا تحت راية هذا الوطن الذي نريد له أن يكون أبيا وأن يكون حرا وأن يكون قائدا لهذه المنطقة، قائدا ليس فقط للأمة العربية وإنما أيضا للأمة الإسلامية. لن نقف في منتصف الطريق، واستمراركم في هذا الميدان هو الضمان الوحيد لكي تستمر هذه الثورة، ولكي تواصل هذه الثورة مسيرتها المزفرة بإذن الله إلى أن تحقق كل أهدافها. أتمنى أن يحاول كل فرد فينا أن يقنع كل الزملاء، سواء الذين حضروا الآن أو الذين لم يحضروا هذا اليوم، أن يتأكدوا أنه لن يستطيع أحد بمفرده أن يغير. لن نغير إلا معا، وإذا لم ننجح في التغيير معا سنسقط جميعا معا. وبالتالي على كل شرفاء إيد واحدة، إيد واحدة، إيد واحدة، إيد واحدة، إيد واحدة، إيد واحدة، إيد واحدة حتى النصر. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله. ممكن تسمح لنا سعادتك الناس تسأل وتجي؟ اتفضل. اللي عنده سؤال طبعا انا استاذن الدكتور. نحن جئنا هنا للتوافق، جئنا لا لنرفع انتخابات اولا، ولا دستور اولا، ولا مجلس مدني اولا، ولا اي شيء. جئنا للمطالب المتفق عليها هنا. من عنده سؤال؟ اتفضل. دكتور حسن، ايه رايك في اعاده وزاره الاعلام واللي حصل في وزاره الاعلام، وايه رايك بسياسه المجلس الاعلى للقوات العسكريه للدوله؟ وزاره الاعلام والاصلاح في وزاره الاعلام الدكتور. بالنسبه لوزاره الاعلام، اظن ان كل القوى السياسيه متفقه على ان الاعلام في مصر وخاصه بعد الثوره يجب ان يكون حرا، ويجب ان يكون نزيها وشفافا، ومن حق كل المصريين ان يحصلوا على المعلومه بمنتهى الدقه وبمنتهى الشفافيه. ولذلك وجود وزاره للاعلام تعني ربما هناك نيه للاعلام الموجه من جديد، ونحن لا نريد للاعلام ان يكون موجها وان يكون حرا دائما، لان هذا في مصلحه مصر وفي مصلحه شعب مصر. اذا كان الهدف من وزاره الاعلام هو هدف مؤقت، بمعنى ضرورة إصلاح هذا الجهاز الذي تعرّى وهذه المؤسسة التي فقدت صلاحياتها، فنحن مع هذا التواجد بشرط أن يؤدي إلى نفس الأهداف التي سعت الثورة من أجلها، أن يكون تلفزيون مصر للشعب ويعمل لخدمة الشعب وفي مصلحة هذا الشعب. أما إذا كانت عودة وزارة الإعلام هي بداية للإعلام الموجه والإعلام المقيد، فنحن نقف ضد هذه الخطوة بكل وضوح وبكل صراحة. أما بالنسبة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فأعتقد أنكم تتابعون ما أكتب، ولقد كتبت في الأسبوع الماضي يوم الأحد بالتحديد، وتحدثت عن أن الثورة المصرية تدخل ثورا جديدا، وأن عودة الشعب المصري إلى ميدان التحرير كانت ضرورة لتصحيح مسار الثورة، وأن هناك من يعتقدون أنه يمكن أن نضحك على الشعب المصري أو أن نجعله ييأس من التغيير، لكن عودة الشعب المصري إلى الميدان تؤكد أن هذا الشعب يقظ وحر وعلى استعداد لبذل كل التضحيات. ولذلك أيا كان من كان في موقع اتخاذ القرار، سواء كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الحكومة، فنحن نحمله المسؤولية كاملة عن النقص وعن التعثر الذي شاب المسيرة منذ خلع
الرئيس السابق حتى هذه اللحظة. نحن نرى محاكمات غير جادة، وقد تحدثت كثيرا في هذا الموضوع، ولكي تكون المحاكمات جادة لابد من عودة مبارك من شرم الشيخ ودخوله السجن، وكل الذين تحدثوا. الشعب المصري يريد ان يرى حسني مبارك وحبيب العدل ببدلة السجن ويحاكم امام قضاء عادل. نحن لا نتشفى في احد، ولكن هذا الرجل الذي اوصل مصر الى ما نحن فيه، والذي خرب مصر، والذي باع مصر وباع مواردها الطبيعية حتى للأعداء من أجل أن يمرر مشروع التوريث، هذا الرجل يستحق أن يقتص منه ويستحق العقاب، ولن يهدأ الشعب المصري بتاتا إلا إذا رأى هذا الرجل في قفص الاتهام ويحاكم محاكمة علنية. لكن قضية المحاكمات ليست هي القضية الوحيدة، هناك ملفات أخرى كثيرة نحن نطالب بها، ولا أريد أن أكرر مطالب الثوار، هي معروفة لكم جميعا، وبالتالي علينا أن نتوحد حول هذه المطالب. مطلوب قضاء حر ومستقل لجميع واحد، مطلوب حكومة حرة ومستقلة ولها كامل الصلاحيات، مطلوب عدالة اجتماعية وحد أدنى وأقصى للأجور. كل هذه المطالب لم تتحقق بعد، وسنواصل المسيرة إلى أن تتحقق بإذن الله. الميدان متفق على مطالب، مطالبنا الأساسية هي محاكمة حسني مبارك، محاكمة علنية. نحن نطالب محاكمة حسني مبارك. يا سيدي اتمنى ان شاء الله لم ناتي لنقول